بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووصلنا إلى الجزء السابع وسنناقش فيه أول الأمور، هو ما كان في تمارين المجموعة الأولى الخاصة بالقطع المكافئ. أوجد قيمة أي وبؤرة ودليل القطع المكافئ الذي معادلته أي أكثر بيع زائد 8 واي يساوي 0 ويمر بالنقطة 1 2. السؤال أعتقد سهل جدا. إذا مر القطع المكافئ بنقطة فإنها تحقق معادلته، راح أحوض مكان الإكس 1 ومكان الواي 2 ومن ثم أستخرج قيمة أي، وراح أشوف الحل التفصيلي للسؤال. إذا عوضت مكان الإكس 1 ومكان الواي 2 استخرجت قيمة أي. السؤال بالأصل وزاري عام 2018 تمهيدي، ورا ما استخرجت قيمة أي عدت تعويضها ومن ثم استخرجت البؤرة والدليل والرسم. إذن أعزائي هذا ما يخص السؤال الخامس. إجاب الامتحان الوزاري سؤال آخر، والسؤال الآخر يقول جد بؤرة ودليل القطع المكافئ الذي معادلته نفس الشيء، ولكن عام 2011 النقطة افترت ومكان ما هي 1 2 صارت 2 1. السؤال يحمل نفس الفكرة ولكن بنتائج مختلفة تماما. راح أجي أعوض النقطة أستخرج قيمة أي ومن ثم إعادة تعويضها لاستخراج البؤرة والدليل. لاحظ عزيزي أن أسئلة الكتاب هي سهلة جدا، ووصلنا إلى سؤال مهم جدا جدا جدا. سؤال ما موجود بالكتاب ولكن سؤال منهجي، ولكن بفكرة صعبة نوعا ما. سوف أشرح لك طريقة حل هذا السؤال وكيف نفكر في إيجاد الطرق المناسبة لحله من خلال الشرح التالي. سؤالنا هذا أعزائي يبتدأ بابتسامة عريضة، لأن السؤال جميل جدا ولا يخلو من جمال. السؤال ما موجود بالكتاب لحد الآن، ما جاي بالوزاري، فكرته منهجية مركزة، تحتاج أن تركز على السؤال. أتمنى لو أنت بس مباوع السؤال رايح نفكر به، وبعدين حاول تحل السؤال، وبعدين ارجع وياي شوف الحل حتى تستفيد من أخطائك. السؤال ده يقول لك جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويقطع من المستقيم x يساوي 4. هسه راح اجي ارسم المحورين الاحداثيا. من هو x يساوي 4؟ هذا محور السينات، هذا محور الصادات. يقطع من المستقيم x يساوي 4. وين x يساوي 4؟ هذا x يساوي 4. اذا هذا المستقيم x يساوي 4، قطعه طولها 6 وحدات. الجميل بهذا السؤال بأن الطالب إذا ما مر عليه الفكرة ويشوف X يساوي 4 رح يتصور بأن هذا X هو دليل، وبدون تفكير رح يقول إذن البؤرة سالب 4 صفر وبي تساوي سالب 4 ويكتب القانون ويأخذ صفر. ولكن ليس كل X هو دليل عزيزي. إذا أقول لك قطع مكافئ مثلا بؤرته على سبيل المثال سالب 4 0، هسه هذه البؤره سالب 4 0، الدليل من هو؟ الدليل اكس يساوي 4. اذا هذا اكس يساوي 4، هذا مستقيم ويسمى دليل. زين، اكو مستقيم اخر اسمه اكس يساوي 5 لكن هذا مو دليل. اكو مستقيم اخر اسمه اكس يساوي 3، هذا مو دليل. اكو مستقيم اخر واي يساوي 7، هذا مو دليل. يعني مو كل ما تشوف اكس وشوف واي تقول هذا دليل. كل دليل هو اسمه اكس او واي، نعم، ولكن مو كل اكس وواي هو دليل. اذا هذا السؤال اصلا ما جاب لي طار الدليل، ده يقول لي يقطع من المستقيم اكس يساوي 4 قطعه طولها 6 وحدات، يعني هذا مو دليل. زين، القطع المكافئ يقطع المستقيم بقطعه مستقيم. زين، هذه قطعه مستقيم شلون تصير؟ غير عندي نقطتين واوصل بيناتهم تصير قطعه مستقيم. راح تقول لي منطقيا من المستحيل ان يكون القطع المكافئ بهالصوره هذه، لان راح يقطع هذا المستقيم بنقطه واحده. من المستحيل ان يكون القطع المكافئ بهالصوره هذه لان راح يقطع المستقيم بنقطه واحده.
من المستحيل أن يكون القطع المكافئ بهالصورة هذه، لأن ما راح يقطع المستقيم نهائيا. من الوارد جدا أن يكون القطع المكافئ بهالصورة هذه، ليش؟ لأن راح يقطع المستقيم بنقطتين. زين، هذه نقطة وهذه نقطة. شوف هسه هنا القطع المكافئ ده يقطع المستقيم بقطعة مستقيم طولها 6 وحدات. زين، من ده يقول لي 6 وحدات، يعني معناها المسافة منا إلى هنا 3 والمسافة منا إلى هنا 3. زين، بعد ده يقول لي المستقيم X يساوي 4. الإكس يساوي 4 يعني معناها 1 2 3 وهذه 4. يعني تقدر تقول لي هذه النقطة ايش صارت؟ صارت هذه النقطة الاكس مالتها 4 والارتفاع مالتها 3، اذا صارت هذه النقطة هي 4 3. بمجرد ان ترسم السؤال صار عندك سؤال جميل جدا وسهل جدا، كأنه دا اقول لك جد معادلة القطع المكافئ المار بالنقطة 4 3 وبؤرته تقع على محور السينات. يعني بالوزاري بالشهري بنص السنة ممكن يكون السؤال نوعين، ممكن يكون السؤال أليف وممكن يكون السؤال متوحش. متى يكون السؤال أليف؟ إذا قال لك جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته على السينات ويمر بالنقطة 4 3. إيش وقت يكون متوحش؟ أقول لك جد معادلة القطع المكافئ، طبعا كله رأسه نقطة الأصل، ويقطع من المستقيم X يساوي 4 قطعة طولها 6 وحدات. يعني هذه النقطة أنت راح تستنتجها، بس استنتجتها تحول إلى سؤال أليف، إذن معناها 4 3 صايرة بالربع الأول، اتجاه القطع راح يكون يمين، إذن معناها راح تصير المعادلة شنو؟ Y تربيع تساوي 4 PX، الاكس هي 4، الواي تساوي 3، يعني معناها 9 تساوي راح يصير 16 بي. اذا معناها البي تساوي راح تكون 9 على 16، بمجرد اعادة تعويض هنا راح يصير واي تربيع تساوي 4 ويا 16، يعني راح يصير 9 على 4 اكس. اذا هذه تمثل معادلة القطع المكافئ. إذا افتهمت الفكرة حاول أنت تصمم أسئلة على نفس الوزن. قل لي يقطع من المستقيم X يساوي -5 قطعة طولها 10 وحدات، قل لي يقطع من المستقيم Y تساوي 2 قطعة طولها 12 وحدة، قل لي يقطع من المستقيم Y تساوي -7 قطعة طولها 8 وحدات. إذن بنفس الكيفية، بمجرد أن ترسم القطع المكافئ تستنتج النقطة، صار عندك سؤال اعتيادي قطع مكافئ يمر بالنقطة، جد معادلتين. إذن شنو رأيكم أعزائي في هذا السؤال؟ إن شاء الله يكون سؤال جميل وسؤال سهل. أكيد إذا كانت فكرته مطروقة وسامعين فكرته سابقا وإجا بالامتحان الوزاري راح يشوفوه كل السهل. إذا الفكرة ما سامعين بها قبل أكيد راح يكون السؤال صعب. إذا ننتقل إلى سؤال آخر، ونلاحظ عام 2004 دور ثاني جابوا سؤال جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ومحوره محور السينات ويمر بالنقطة 1 4. لحد الآن ماكو مشكلة، لكن المشكلة جد معادلة المماس له عند تلك النقطة. لا أريد أن أطيل عليكم وسأذهب معكم لمتابعة الحل الكامل لهذا السؤال. أعزائي، جد معادلة القطع المكافئ المار بالنقطة 1 4 وبؤرته تقع على محور السينات، وهذا الجزء الأول من السؤال، والسؤال سهل جدا. وده شوف هذا سؤال وزاري قديم أعتقد بال2004. إذن الجزء الثاني من السؤال هو البي فكرة. الجزء الأول قطع مكافئ يمر بالنقطة 1 4، راح أقول 1 4 هذه تنتمي إلى القطع المكافئ، وال1 4 وين صايرة؟ صايرة بالربع الأول، والنقطة تقع بالربع الأول، والمعادلة راح تكون سيني موجب، يعني معناها واي تربيع تساوي 4 PX. راح أعوض النقطة، راح يصير عندي 16 تساوي 4 بي، يعني معناها البي تساوي 4. إذن البي راح أعوضها، راح تصير المعادلة شنو؟ واي تربيع تساوي 16 اكس. إذن الجزء الأول من السؤال جزء سهل جدا، ولكن
الجزء الثاني من السؤال ربط مع معلومة ما أخذها بصف الخامس العلمي، يقول لك جد معادلة المماس لهذا المنحني عند تلك النقطة، جد معادلة المماس عند تلك النقطة. زين، رح أتذكر وياكم قانون معادلة المماس شنو هو. واي ناقص واي وان يساوي ميل المماس في اكس ناقص اكس وان. إذن هذا قانون معادلة المماس، ما أخذيه بصف الخامس، ورح أذكركم ببعض المعلومات. الاكس وان واي وان هي 1.4، يقول لك عند تلك النقطة ما عندي مشكلة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة بالميل. كم حالة بالميل أخذتوها بصف الخامس؟ إذن هنا بصف الخامس أخذنا 4 حالات بالميل. إذن هذا السؤال ربط الماضي مع الحاضر من أجل مستقبل مشرق إن شاء الله. إذن الميل رح أجي أتذكر بالخامس أخذتها 4 احتمالات. إذا عندي نقطتين أريد أطلع الميل، هو واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. تتذكر لو ما تتذكر؟ أكيد تتذكر. إذا عندي معادلة مستقيم، الميل من هو؟ هو سالب معامل اكس على معامل واي، وهم أكيد تتذكر. إذا عندي زاوية يصنعها المستقيم المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، الميل يساوي تان هذه الزاوية، وهم تتذكر. الحالة الرابعة اللي إن شاء الله تتذكرها، إذا عندي معادلة منحني، ميل المماس للمنحني هو المشتقة الأولى لذلك المنحني، يعني معناها أريد أشتق هذا المنحني حتى أحصل الميل. زين، هذا الاشتقاق هذه ليست دالة صريحة، أصلا هذه ليست دالة، إذن ليست معادلة منحني وليست دالة صريحة. إذا كانت دالة صريحة فاشتقاقها حسب القواعد السبعة، ورح نكون وياكم بشكل مفصل إن شاء الله بالفصل الثالث لمراجعة قواعد الاشتقاق قبل البدء بالفصل الثالث. لكن هذا المنحني يتم اشتقاقه ضمنيا، وطريقة الاشتقاق الضمني من اشتق الاكس اشتقها وعوفها، ومن اشتق الواي لو اكتب دي واي على دي اكس لو اكتب واي فتحة. هسه كلكم ماكلين يم المطاعم، اكيد من تاكل يم المطعم ورا ما تكمل اكل او قبل ما تاكل تطي اجرته، لكن من تاكل من يم موكب اذا تاكل تقول له رحم الله والديك. إذن شنو الفرق بين المطعم والموكب؟ الموكب ويا رحم الله والديك، والمطعم تطي فلوس وهم قل له رحم الله والديك. الاشتقاق الضمني راح اعتبر الاكس موكب وراح اعتبر الواي مطعم. يعني شنو هو؟ الواي تربيع مشتقتها راح يكون 2 واي. زين، لازم اكتب يمها لو واي داش لو اكتب دي واي على دي اكس. إذن أكلنا من المطعم الطينا أجرته، لكن 16x رح أقول 16 وأقول له رحم الله والديك كل شيء ما أكتب. إذن هنا الاشتقاق الضمني أشبهها مثل الموكب والمطعم، من تشتق الواي تشتق وتكتب واي فتحة، لكن من تشتق الاكس تشتقها وتعوفها. إذن الواي فتحة من هو؟ الواي فتحة يساوي 16 على 2 واي، يعني معناها راح يصير 8 على واي. زين، من هو الواي فتحة؟ الواي فتحة هو ميل المماس. إذن الواي عندي بالسؤال 4، إذن ايش راح اقول هنا؟ راح يصير الميل يساوي 8 على 4 ويساوي 2. إذن صار عندي الميل معلومة، نقطة التماس معلومة، المعادلة مثل ما تشوف قدامك. إذن راح يصير عندي واي ناقص 4 يساوي الميل في اكس ناقص 1. زين، الميل ايش قد استخرجنا؟ الميل تم استخراج 2. هسه 2 راح تدخل على القوس، يعني راح يصير واي ناقص 4 يساوي 2 اكس ناقص 2. هذه هي معادلة المماس على الأحوط استحبابا. أصفر المعادلة، أجمع الحدود المشابهة، أجعل الأكس بصفة واي بصفة الثابت. إذن رح يصير عندي 2 أكس ناقص واي، هذا الواي حولناه إلى الطرف الآخر،
سالب 4 عبرت هنا صارت 4، 4 ناقص 2 إذن زائد 2 يساوي 0. إذن هذه تمثل معادلة المماس لهذا القطع المكافئ. إذن أعزائي أكو أسئلة وزارية أخرى تربط الفصل الثاني مع الفصل الثالث، سوف تؤجل إلى حين ما نأخذ الفصل الثالث، ونكون بهذا المثال أنهينا هذا الجزء. إذن سنكون معكم مع امتحان شامل للقطع المكافئ، ومن بعد إعطائكم فرصة الامتحان سأعرض عليكم الأجوبة مفصلا لكي تستفيدوا من أخطائكم. اعذرونا وأستودعكم بأمان الله وحفظه. شكرا، كل الشكر لإصغائكم طلبتنا الأعزاء، وسنعرض عليكم في المقطع اللاحق القطوع المخروطية، ولكن هنا سيكون امتحان شامل بالقطع المكافئ. إذن قبل أن تجد مقطع فيديو اسمه امتحان شامل، عليك ألا تعرض الأسئلة ولا تشاهد الأسئلة، عليك أن تراجع أجزاء القطع المكافئ جميعها، وبعد إتقان الأمر بشكل جيد حاول الإجابة على الأسئلة، وسأعرض لك أجوبتها في وقت قريب جدا، وربما ستجد الأجوبة موجودة أيضا على اليوتيوب إذا ما شاهدت هذا المقطع في وقت لاحق. إذن ابقوا وتابعونا للحصول على الدرجة الكاملة إن شاء الله.